أنا اسمي خالد. أنا كنت محتاج إن أنا آخد كورس يحطني بس على بداية طريق التصوير الفوتوغرافي. Hello everyone. أنا اسمي جوني جونيور. جيت هنا أتعلم التصوير الفوتوغرافي من طريقة CPC. والتصوير الفوتوغرافي يعني شيء أنا كنت عاوز أعمله من وأنا صغير. أنا محمد شافعي من بي بروفيشنال 23. المجموعة اللي كانت بتدينا كورس مجموعة كانت فريندلي جدا، مجموعة فعلا ما كانتش سايبانا طول الوقت، بتفهمنا كل حاجة. الناس هنا very helpful معانا even during the whole week، مش بس في الويك اند. لو في أي حاجة عايزين نسأل فيها very active معانا على الفيسبوك جروب. أنا وليد من دفعة 23 بي بروفيشنال. المجموعة هنا اللي بتدينا كورس مجموعة محسن ان احنا اخوات واصحاب، الموضوع فريندلي قوي. لما جيت هنا الكورس اكتشفت ان الموضوع مختلف تماما. لازم اوجه الكاميرا انا عايز اطلع ايه من الصورة عشان اعرف اخد الحاجة اللي انا عايزها. الموضوع التصوير طلع مختلف تماما خالص، ان انا ابقى ماسك كاميرا وادوس عليها. أنا بنصح أي حد حابب موضوع التصوير إن هو ياخد كورس البيزكس بتاع السي بي سي. It's such a nice experience. I would recommend it for everybody. أحب أقول إن أنا فخور إن أنا في CPC. فإن شاء الله أشوفكم المرة الجاية في كورس جميل.